والمدور نادين امام الاحزاب وامام ناس يمكن عندهم خبره. انتم جايين اليوم من اماكن ما عندكم خبره بالعمل البلدي، قديش قادرين يعني توصلوا؟ عنا خبرة بالعمل الإنمائي، بلا أكيد عنا خبرة، عنا فوق 50 خبير أول شيء اشتغلوا على البرنامج اللي طرحينه نحن، وباللائحة كل المرشحين اللي معنا في ناس عندهم خبرة 20 سنة على الأرض، صار لهم سنين بيشتغلوا بالذل بطريقة فردية لصالح بيروت ولصالح المواطن اللي عايش ببيروت، بس بتظل يمكن ما حدا عرف فيهم هالمرة لأول مرة كل هالكفؤات وكل هالناس اللي عن جد ناشطة بالعمل الإنمائي اجتمعت حتى تطلع بهالبرنامج وتحقق شيء جديد لبيروت وتعمل برنامج بليق ببيروت اللي نحن بنحلم فيها. مش مزبوط انه ما في عنا خبرة، بلا عنا كتير خبرة بالعمل الإنمائي وعنا ناس عم تشتغل صار لسنين بهيدا المجال. ليش عندها حظوظ ليهتكم برأيك؟ انا كتير حاسة بشيء كتير ايجابي، حاسة انه عنا كتير حظوظ مش شوي. يعني الاندفاع تبع الناس، الاندفاع هيدا الشيء ما صار من قبل، لبنان كله معنا. بس بعد النسبة قليلة هيدا، يعني ما بنسحب على عندي ثقة انه رح يجوا العالم، عندي ثقة انه الناس عارفة انه هيدي يوم نهار عن جد محوري بحياتنا، بحياة كل بيروتي، لأنه عن جد هالمرة نسبة الاقتراع إذا عليت عن جد نحن ممكن نغير كل المعادلة. بالسنين اللي ماضية بس 20% صوت، هالسنة أنا متفائلة إنه رح تكون النسبة أكبر من هيك، أعلى من هيك، لأنه الناس واعيين إنه لازم عن جد ناخد هيك مصيرنا بإيدنا وننزل نصوت. وأنا بدعي كل العالم، كل صوت اليوم عن جد ممكن يغير المعادلة. ما فينا نروح، ما فينا بكره نوعى ونندم انه ما نزلنا صوتنا. كل انسان رح ينزل يصوت اليوم رح يعمل فرق. ما فينا نضلنا حاسين انه انا بفتكر من يمكن القرف اللي عايشين فيه وانه لا مش متفائلين انه ممكن نغير شيء، ما بقى في امل انه ممكن نغير شيء. انا بقول لهم انه هالمره في طرح جديد، في طريقه تعامل جديد مع المواطن البيروتي. لازم نعطي هيدي التجربه فرصه، ما فينا نضلنا ما فينا نعطي نرجع نعيش 6 سنين بذات الشيء. هيديك التجربه اعطيناها 18 سنه من حياتنا، يعني بكره بعد 6 سنين بنوعى كل واحد منا اكبر ب6 سنين. يعني لازم نعطي هالتجربه حظ هالمره، وبكره اذا كل انسان منا هيك وعي. وسالتيه امبارح شو كنت عامل، فينا نفتخر ونقول امبارح كنا عم نقرر مصيرنا. بدعي كل انسان عن جد ينزل يمارس حقه بالتصويت، لانه هيدا حقه وحقه بالقرار. نادين، يعني هذه اللائحة متهمة بعدم التعاطي بعدم التعاطي مع المرجعيات السياسية في بيروت، مع وزارة الداخلية، مع المحافظ، انه هذه اللائحة يعني عازلة حالها وبدها تقول انه بس هي المجتمع المدني البيروتي وكل الناس اللي بيمثلوا الشرائح الثانية والاحزاب ببيروت هن مش ضابطة معهم. اول شيء مش مزبوط انه نحن ما عنا علاقة مع المحافظ، بالعكس علاقتنا مفروض تكون كتير ودية مع المحافظ، ونحن رح نتعاون كتير ورح نشتغل. يعني مش معقول مشروع لانماء بيروت ومشروع لصالح المواطنين اللي عايشين ببيروت يكون في مشاكل عليه بالنسبة للمحافظ. نحن قوتنا هي استقلاليتنا من اي اصطفافات سياسية، هيدي قوتنا، هيدا اللي رح يخلينا عن جد نشتغل وما في شيء رح يعطلنا. اذا احنا عم نقدم مشروع انمائي لصالح بيروت، ليش بده يصير في مشاكل وليش بده يصير تعرقل؟ هيدي اول ميزة لبيروت مدينتي، غير الاختصاص، غير انه في ناس صار سنين عم تشتغل على الارض لصالح بيروت بس بطريقة فردية ويمكن اوقات بالظل. هالمرة اجتمعوا ويعني عن جد نحن هل في انسجام بين اعضاء لائحة مدينة بيروت؟ اذا بتشوفي قديش في انسجام، اذا بتشوفي انا اول مرة بحياتي بشارك بشي هالقد حلو، بشارك بشي هالقد نظيف، هالقد ناس عن جد كفى نظيف وعم يعني كل ما حدا منا يطلع يحكي عن بيروت، كل ما نجيب سيرة بيروت كلنا بتوقف الكلمة هون، لأنه بنكون عم ندمع نحن وعم نحكي عن بيروت عن جد. سوري.
يعني كل حياتنا بنغني لبيروت وبنحلم ببيروت وبنعمل افلام لبيروت، اجى وقت عن جد نعيش بيروت مثل ما نحن بدنا اياها. بعتذر. عودة دموع الحرق اكيد لانه محروقه على بيروت. انا محروقه كمان ومبسوطه، مش محروقه، كبران قلبي بهال 2000 متطوع اللي صار لهم 7 اشهر 8 اشهر بيشتغلوا على الارض كل يوم. نادين الناس عم تسال كمان مدينتي بيروت مدينتي من وين عم بتجيب المصاري، لانه حضورها ملفت، يعني في اموال عم تندفع، في مصاري، في افراد مأمنه فينا، في افراد، في ويب سايت واضح، في شفافيه كامله، العالم بتفوت بتامن بهالقضيه وبتقرر تساعدنا. طب كيف يعني نحن بحاجه لمساعده الناس، ونحن ما بنقبل اي مساعدات من اي مؤسسات ولا من اي احزاب، ولا حتى يكون عندنا، وبعدين سقفنا هو مش اكثر من 10% من الميزانيه الكامله. عم نشتغل بشفافيه، اكيد رح يطلع كثير اشاعات ورح كثير في تشكيك ورح يكون في كثير في تخوين، بس هلا هيدا الوقت مصيري، هيدا الوقت مصيري لنحن عن جد نحقق بيروت اللي نحن بنحلم فيها. ما بقى فينا القرار يكون هالقد في هيمنه بالقرار، هالقد في هالقد حتى نقدر نمشي على 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 طريق مضويه بالليل، يكون بدنا ننطر حتى الاحزاب يتفقوا مع بعضهم ومين اخذ شقفه من يعني ما بيصير هيدا الشيء، خلص صار لازم الناس عن جد تاخذ قرارها بايدها. واليوم نهار عن جد مصيري، ما فينا نقعد ببيتنا وما فينا بكره على بكره نقوم ونندم لانه ما نزلنا صوتنا، بعدين ما قلنا حق ما بقى لنا حق ونقول ما بقى